السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع الإخوان والأخوات، ربي يحفظكم ويحفظ الجميع. أختي العزاز، اليوم عندي واحد الموضوع شحال هذه وأنا كيحرق لي في قلبي، والحمد لله ديت الإذن مع عند الأخت وغنهضر. كاينين واحد ثلاثة بنات أخوتي، وهاد البنات هادو ثلاثة بهم كبرانيين ما كيمشيوش على رجلهم وكيمشيو في كرسي متحرك، ثلاثة بهم، ثلاثة خوت عايشين في دار واحدة وعايشين في الجبل في البادية، ما عايشينش في وسط مدينة. وهاد البنات هادو عندهم قناة في اليوتيوب، وهاد القناة في اليوتيوب ملي كينزلوا فيديو كيجوز يومين ثلاث ايام الله 50 مشاهدة 30 مشاهدة، فهمتي ما كايناش مشاهدة مرة. وانا هادشي حرقني في قلبي، ما نكذبش عليكم، الانسان ما كتعملش شي حاجه اللي كتعصي الله سبحانه وتعالى، كتعمل داكشي الروتيني ديالها اللي كتعيشو يوميا، وما كتعريش راسها وما كتعريش الجسم ديالها. الانسان الله سبحانه وتعالى خلقها هيداك، وحمد الله سبحانه وتعالى على داكشي اللي عطى الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن كمغاربة خصنا نتفاعلوا معاهم هادوك، خصنا هادوك هما الوالا، ماشي هادوك اللي كيشطحوا هما الوالا. وحنايا ملي كتجي تشوف خيتي كتنزل فيديو كتشطح ومعرية راسها وكذا، وهادي كتجبر الله كتنزلو كتجبر ياخذ شنك 500 مشاهدة 4000 مشاهدة 40000 مشاهدة. علاش حنايا الشعب، شنو الشعب حنايا، خصنا نعرفوا راسنا شنو حنايا، واش مسلمين ولا غير هيدا والسلام، غير السميه اللي بقات خدامه ضد المسلمين. خوتي اللي هو مسلم بصح، هاد الخوت هادو خصو يتفاعل معاهم، ينزلوا فيديو يدخلوا عندهم ويشوفوا له فيديو كامل، فيديو شحال فيه 12 دقائق 11 دقائق 9 دقائق، شنو غادير لك من الحياه ديالك؟ سعدات وفاعل الخير في هاد الدنيا، ما يكذب عليكم حتى شي واحد، ما يكذب عليكم حتى شي واحد يقول لكم لا حقا كذا، سعدات وفاعل الخير في هذه الدنيا، ما كاين حتى شي حاجه اخرى من غير داك الشيء هذا، حتى شي حاجه ما غاديها معك المقبره اخوت، كل شيء غيبقى هنايا. ايوا كنتمنى الرساله توصل لذاك اللي عندهم القنوات كبيره وكذا، وهذه علاش ما تنزلوهاش في المنتدى، علاش ما تبارطاوهاش في داك موالين فيسبوك اللي عندهم ملايين ديال الجمهور، علاش ما تنزلو منهمش عندكم؟ وهادوك اللي عندهم في انستغرام ملايين ديال الناس، علاش؟ ولا انتم ماشي مسلمين؟ هذيك حاجه اخرى، الا جاوبتوا بهذا المصطلح هذا نحن ماشي مسلمين، هذيك حاجه اخرى، ولكن الا كنتم مسلمين هادو الوالا اخوتي، كاينين بزاف ديال القنوات كيستحقوا المشاهده، كيستحقوا يطلعوا هما الوالا، ماشي كيستحقوا داك الشيء اللي كيقدموا، كيستحقوا داك الشيء اللي هما عطاهم الله سبحانه وتعالى، وهما محتاجين داك القنوات بصح، محتاجين ليهم بصح، ماشي هيدا والسلام. كتجبر الانسان بوبرانيه فهمتي، كتعمل كونيكسيون اول حاجه عايشه في الباديه، وكتعمل كونيكسيون بالفلوس ديالها وكذا وهادي، وكتقاتل باش تعمل لكم واحد الفيديو، في الاخر ملي كتنزل داك الفيديو كتجبر فيه 50 مشاهده 30 مشاهده 40 مشاهده، حشومه صح، حشومه عليكم والله لا حشومه عليكم. انا غنزل الرابط ديال القناه ديالها في الوصف عندي في هذا الفيديو، وغنزل ان شاء الله انا بارطاجيتها عندي في فيسبوك، وبارطاجيتها عندي في انستغرام، وبارطاجيتها عندي في تويتر، وبارطاجيتها عندي في جميع الصفحات ديالي. اللي يقدر اخوتي يدخل عندها، يدخل عندها يعمل لها جيم ويعمل كومونتير، والله سبحانه وتعالى كيجازي كل واحد، كل واحد كيجازي. شتي هذيك الانسانه اللي كتدخل عندها كتجبرها كتعمل داك الشيء كيعصي الله سبحانه وتعالى، وكتدخل عندها نتينا بانه عرفتي شني عامل نتينا ديك الساعه، وشريتي معصيه، معصيه شريتيها نتينا، هذيك المعصيه شريتيها، ولكن الانسانه هذه كتستحق اخوتي اقسم بالله العظيم. وكاينين عداد القنوات كيستحقوا، مثل قناه ام سيف الدين، وداك قناه ام هيبه، وداك قناه ام محمد، بزاف د القنوات كنعرفهم انا ما عقلتش عليهم، ولكن بزاف بزاف اخوتي د القنوات كيستحقوا، ماشي انا خليوني انا ماشي كنقول لي انا الحمد لله
كنجيب الطريف ديال الخبز ديالي، كنبات في الزنقه وكنجيب الطريف ديال الخبز ديالي الحمد لله الحمد لله على كل حال. ولكن كنشوفوا اخوتي هما هادو كيستحقوا بصح، والدوله انتم عارفين باش من دوله عايشين فيها حنايا، الدوله ما كتعطي حتى شي حاجه وما كتعاون حتى شي حاجه وما كاينه حتى شي حاجه. الجمعيات اللي كاينين خاص جمعيه الشفاره صافي، ما كاينش شي جمعيه اخوتي، ما يكذب عليكم حتى شي واحد يقول لكم كاينه جمعيه المعاقين ولا جمعيه ما كاين مو جمعيات، كاين كيسمصروا في بنادم باش يدخلوا الفلوس صافي، ما كاين لا جمعيات ولا حتى شي حاجه. وتحياتي للجميع وربي يحفظكم وتفاعلوا مع اخوتكم اخوتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.